بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الكارثة اللي عرفتها مدينة الرماني، اللهم لك الحمد على لطف الله. تنتمنى من ساكنة الرماني يتضامنوا مع هاد الناس اللي ضاعت لهم حويجاتهم وضاعوا الماتيريال ديالهم كامل، والله يعوضهم خير. وتنتمنى من الله ربي تفكرنا في هاد الكارثة، تنتمنى من المسؤولين ديال هاد البلاد يتفكروا هاد البلاد، لاقاش هاد البلاد ولات مهمشة من جميع قطاعات. والله يدير شي تاويل ديال الخير، والله يعطينا شي شتاء على قد النفع، يا ربي امين. السلام عليكم. يعني شفنا كاين ضرر كبير للناس، زعما كما قلتي التضامن واجب في هذا. التضامن خاصها تكون عندنا ثقافه ديال التضامن، ولكن حنا ما عندناش الثقافه. بنادم غير تيدوز وتيشوف بعينيه وتيتم غادي. الناس راه واكله الدق بزاف، خاص الناس تضامن معاها، ولو يجيو يحيدوا غير شويه ديال الغيس معاهم. ما نبقاوش حنا معولين على الناس مسؤولين، الناس مسؤولين، الا كانوا هما ناعسين حنا ما نكونوش ناعسين. كانت واحد شي صبار ولا شنو، بحال الشوك كان قدام دار، كان هنا في الرماني، كان هنا في الرماني الفوق، شي 116 فياج ديال هاد الشوك، داتو البلديه حطاتو في الواد الفوق، في الراس ديال حي الامل، حطاتو في الواد. ملي جات هاد الحمله، هاد الكارثه العظمى، تجمع تحت الشتاء وتجمع، جا دفعه واحده، اش حبس هذاك الواد، هذيك الحمله، اش حبسها؟ حبس هذاك صبر، هذاك شوك، والواد عامر كله بداك الشيء ديال الدفله، ديال الخرواع، ديال ولات فيه شي مشاكل، تدخل تخاف. الواد شكون صلحو؟ الحوض المائي، ياك الحوض المائي مشى بحالو، خلى الصلاحيه للجماعه، الجماعه هي اللي خاصها تصلح، خاصها تنظفو. الجماعه ما ساقت لي اخبار، كنت داير حنا ملي سولنا الحوض المائي قال لك دايرين اتفاقيه مع الجماعه قال لك لا سيدي حنا ماهوش شغلنا حنا الحوض المائي تقول الجماعه، كل جماعه دارت شغله ونظفت هذا الواد. هذا الواحد كارثه ما توقعش. ثانيا هاد الازقه، هادو ها هما هاد الازقه راه عامين وهما حطوا فيهم واحد المجموعه ديال الكرافيت، عامين الكرافيت محطوط هنا، مشات تتفاد الزناقي هذا عامين، وحنا تنهضروا معاهم تنديروا شكايه اليوم غدا، حتى حاجه ما كاينه. الجمعات جات الشتاء، دابا جمعت كلشي داتو، وعلى علم الله شحال تخسر في هذا المشروع ديال هاد الازقه هادو هما، الملايين مشات. وعلاش حنا هذا المشروع؟ علاش حنا هاد الصفقه تمشي بحال؟ علاش؟ كون قاموا بالواجب ديالها تصلحت وتصلحوا الزناقي، ما تكونش هاد الحاله ديال هاد الغيص وهاد المشاكل كلها، ما تكونش. وحنا تنهضروا معاهم وديروا شكايه وعاود شكايه، ديروا شكايه، ابدا. البارح ركشتي من اللي كانت وقعت الكارثه اللي كتب السلامه، كون كانوا الناس ناعسين كون ما قبلت حتى واحد ما يبقى. شكون اللي حضر؟ كاين هذاك الخليفه المقاطعه الاولى والعوان ديالو والوقايه المدنيه وواحد جوج ديال رجال الدرك الملكي. اما الهيئه المنتخبه والله ما سايقين خبر البشر، ما عارفين واش كاينين ولا ما كاينينش، والله ما عارفين كاينين ولا ما كاينينش. وكل قاموا قلت لك بالواجب ديالهم ديال هذا الواد كان نظيف ونقي، ما يمكنش الحمله طلعت الان. كون ما حطوش هذيك 116 فياج في الوادي، سدوه الواد. ملي جات الحمله هزت كل شيء، فين غتمشي الحمله دخلت على المواطنين. وانت تشوف الحاله كي دايره، تشوف الحاله يا اخي، الحاله كي دايره. كاين مسكين اللي حوايجاتو دابا قدام لاحم، تيهزوا الحوايج في الكاميون تيدوهم يلوحوهم. واش كاين هاك؟ وشوف حنا دابا ما علينا الحصار، علينا الحصار التام، ما صدناش منين نخرجوا والله العظيم. احنا لمن تندعوهم لله سبحانه وتعالى، هو ياخذ فيهم الحق. المحكمة العليا، الله سبحانه هو المحكمة العليا. عياونا بالكذوبات وقال يوم غدا طلع علينا شي واحد من هاد المنتخبون، فين هو الرئيس؟ الرئيس جا، انا عادي بالرئيس ما تشوفش شي حالة،
في الكوماندوما ديالو تيجي يجيب الطوموبيل ديالو ويوقف واخا يلبس بوط ويدخل مع هاد المواطنين يقاسيهم وما كاينش لا وجود له اطلاقا. ديال النفايس الدخله ديال المدينه راه طبيعي انه غادي يتاح على هادشي. نحن نطالب ونناشد السلطات المسؤوله. حنا الفيضان ها حنا عشناه ولكن ما كنباغيش انها يتكرر الحال المره الجايه والمره الاخرى والاخرى. كنطالبوا بانه تكون عندنا سياسه استباقيه لهاد الفيضانات للحد منها والحيلوله ديال الجنه. تشجيع على حنا تنطالبوا بناء سدود تلبيه. راه عندنا سيد تلبي واحد وراه عامر بالتراب. وبالتالي نطالب وننشد في اقرب الاجل انه مراسه فصل الممطر راه داخل. هذه راه غير عده راه فما بالكم اللي غادي تدخل الامطار. وشكرا. نعم كاين واحد التخوف قالوا لنا يعني مجموعه من المواطنين هو يعني هذا الواد قريب له الكوليج وقريب له يعني لا قدر الله. ها الكوليج ها الليسي ها الكوليج. نعم راه الا جات وقت الشتاء والرعده مع 12 ولا الجوج راه ما غادي دير. راه ولد البارح اللي مشى راه كيقرا راه هاد الشيء علاش كنقولوا نناشد ونطالب الشيء هادشي ما كيطالب ما كيتقبلش انه كتبقى تسنى. هذا راه كيدخل معه هو استعجالي. وبالتالي ضروري ان هاد المدينه هادي تكون واحد السياسه ديال الحمايه من الفيضانات وهادشي اللي كنقول على الناس. راه الناس اللي ما مشى كاين اللي مشى لحويجه راه كاين اللي من البارح ما بقاش عنده فينيبات. راه قدامنا الديور اللي في الباطيمات. هاد الناس هادو فيهم صنايعيه فيهم تجار فيهم فلاحين. راه كنا في دوار ولاد الحاج راه نتائج كارثيه مخلفات كارثيه. راه مشاو التراكتورات مشاو لماكن الحصاد. هذه مناشده الا كان شي صندوق ديال التعويض على الكوارث يشوفوا في هاد الناس هادو ويخصوا لهم تعويضات لعل وعسى يكون سميتو يشوفوا هاد الشيء زعما على الاقل واخا غير نخفوا عليهم. حنا ما تنقولوش حيدوا عليهم ولكن نخفوا عليهم من هاد المعاناه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.